السلام عليكم يا بشلونكم. اليوم راح اشرح مادة العملي مال البروتوكولات الفصل الاول. اول شيء نحتاج اجهزة، نخليهن بالبداية نخلي بي سي وسيرفر، ونحتاج هب سويتش. خلينا هب سويتش. هسه نربط الاجهزة بالكيبل، هذا الكوبر ستريت ثرو، ربط عادي يعني، نربط الهب بالسويتش بالسيرفر. هسه لازم نسوي ايبيات للسيرفر، هاي لازم بالبداية دائما نسويها حتى السيرفر والبي سي والهب سويتش يشتغلون. اروح على الديسكتوب، يعني دبل كليك ندوس على السيرفر ديسكتوب، نروح اي بي كونفجريشن، نخلي 192.168.1.1. هذا .1.1 هذا للسيرفر، يعني هاي الواحد راح يبدا منه السيرفر والبقيه تسلسلا وراه البي سي او اكثر من بي سي. بس ننزل هنا راح هاي وحده تصير 6-7 ما نحتاجها. كذلك نروح للبي سي، هم ديسكتوب اي بي كونفجريشن 192.168.1.2. هذا الاثنين انه هاي الحاسبه رقمها، او ممكن .3 اذا اكثر من حاسبه وهكذا. هاي بس نزل لي جوا يكمل هذا وحده تلقائيا، يعني الماسك نسده ونتاكد من انه احنا ربطنا صار صحيح. نبنك دوس بينج اي بي سيرفر، هسه راح نبنك على السيرفر نشوف احنا رابطين صح ولا لا. تمام، هو دي بنك، ماكو اي مشكله، هذا البينج طالع يمنا. سدنا بعد، هسه ربطنا احنا ما بي شيء. اول موضوع بالعملي مال البروتوكولات اللي هو الاتش تي تي بي، بروتوكول المتصفح اللي هو الويب براوزر. نسدها هاي، نروح على السيموليشن. من السيموليشن من جوا اكو اديت فلترز، نروح على اديت فلترز، هذا الاي بي في 4 وال6 نعوف، نروح على المسك. هذا ان كلنا نوخر عليهن الصح بالبدايه ما عدا اليو دي بي والتي سي بي. هاي اليو دي بي والتي سي بي نعرفهن واخر من ذني. هسه نبقي هو شنو يحتاج الاول تجربة، هو يحتاج ال HTTP، نخلي نفعل بس ال HTTP ونسدها هاي. هسه نروح هذا بالبداية قبل كل شيء، هذا نخليه اخر شيء اسرع شيء حتى ما يتاخر يمنا، هو راح يتاخر بس يعني شويه تاخير شويه يصير بسيط. نروح على البي سي نوبل ويب براوزر عفوا. راح نخلي الاي بي مال سيرفر 192.168.1.1 ويندوز جو. هسه راح انتظر شويه، طبعا اذا ما اشتغل من نشغلها بالبلاي، راح انتظر شويه بين ما يلود السيرفر، راح يفتح لنا الموقع مال السيرفر اللي هو لوكال هوست. هذا فتح. هسه هاي اول تجربة بالبروتوكولات سويناها. اذا فتحت هذا يمك يعني ما كفت مشكلة، هسه هاي التجربة الاولى كلها خلصت. هسه نروح للتجربة الثانية، يريد اكثر من بي سي، ما كفت مشكلة، هي نفسها ما يحتاج كل شي نسوي. هسه نطفيها بس نضيف اكثر من بي سي. يعني خلينا نضيف بي سي واحد ما يحتاج. كلنا نفس الشغل. بس مجرد الربطة بالهب سويتش. ونروح للبي سي. شلون قبل شوية بالاي بي كونفجريشن. نخلي الاي بي 192.168.1.3. بس الفرق انه كل ما نضيف بي سي هذا الاي بي راح يتغير. اهم شيء مو نفس الاي بي مال البي سي هاي الثانيه الاولى، ولا نفس الاي بي مال السيرفر اللي هو واحد. هذا بس ندوس عليه نفس ما قلت تلقائي يصير وهكذا، ونفس الحاله يعني نقدر نفحص، يعني نسوي رساله من هنا من هاي البي سي للسيرفر، ندوس لبلي. هي ما راح تصير هنا صح لان احنا دازيها لهاي البي سي، هاي الرساله رجعت تمام كل شيء ما بيها. نروح للتجربة، اتوقع هي الاخيرة، ما ماخذين اكثر منها.
اي الاف تي بي. هاي التجربة الأخيرة اللي أخذناها بالعملي. أروح على السيرفر، أروح على السيرفيس، أروح على الاف تي بي. بالاف تي بي إنه لازم نسوي يوزر وباسورد الاف تي بي مالتنا. هو طبعا أول ما تدخل على الاف تي بي هو بي الباسورد يوزر نيم وباسورد سيسكو، بس خلينا نقول هو احنا نريد الاستاذ هو الاستاذ تسوي احنا يوزر، فندوس اتش كي، واتش كي نخلي مثلا او اي اسم تردو. هاي البرمشنات نفعلها الريد والرايت والديليت والرنيم والليست، وندوس اد. هسه هذا اليوزر مالتنا انضاف. سنسد هاي بعد ما نحتاج شيء. نروح على الاديت فلترز، بس نفعل خيار الاف تي بي، نشوفه وينه هذا، ونشيل ال HTTP. هسه نفتح البي سي ونروح للكوماند، ندوس نكتب بالكوماند FTP و IP server. لازم IP server 192.168.1.1، ندوس انتر. ومن هنا لازم ندوس بلاي على هاي، ماكو ما يشتغل FTP. هسه انتظر بس يفتح هو شوية يصفن عادي. هسه فتح ال FTP، يريد من عندنا اليوزر نيم اللي سويناه بالسيرفر اللي هو HK، راح يطلب الباسورد. بالمناسبة الباسورد اذا تكتب ما يطلع لك انت قاعد تكتب، يعني هنا اذا تكتب ما راح يشوفك انت قاعد تكتب، بس المهم تكتب يعني صحيح حتى يعني يفوت عادي. خلي HK الباسورد هم، ودوس انتر. انتظر شوية. هسه فتح ال FTP، هاي تمام يعني ما عندنا اي مشكلة. هاي التجربة الثالثة اللي هي مال ال FTP، مال المادة مال ال FTP. موجود هو الشرح بالملزمة، بس هذا تطبيق عملي. وشكرا.